بس اوفي با لا لا هناك 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 شوي 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 هناك جيب هذي الجهة جيب هاي الجهة خليها اذا لسانك حشي السلام عليكم، شوكم شباب؟ شلون صحايكم شباب؟ عندي مشكله اريد اطرح لكم اياها والله العظيم. ضحكي هاي امي كل ما اصيح سيف اقول ها عجز تحفظ لي والله انا قهر يعني انا ام صيحلك ما تتخيل انت امك صيحلك مثلا محمد تقول ها سيف شنو السالفه؟ اجي العزيز القاري ها يا محمد سيف كمرت النف حجي والحسين تعبت من هاي حالة أنا على عذاب والحسين أيضا على عذاب. السلام عليكم. طبعا اليوم الشيف أمي مسوية دوم أم اللبن أم اللبن حج المكونات با حجي هاي ما أدري شنو يعني ما أدري خلي مسيف خلي من يديك خلي حجي حجي فول هاي شنو هاي المكونات احكي لنا مسيف مالي شنو بس المكونات شنو؟ المهم حبايب هاي المكونات يعني عندكم لحم وبصل مثروم وتمن وبهارات انتو تحبوها وعندكم هذه هاي مو تكمل يعني مو تطبخوها تخلوها بالجدرية تخلوه الثول تخلوه اللبن انا بتعادي تخاف امه تضربني تخلوه اللبن يعني تصير دوما من اللبن بس اللبن مو هذا اللبن السفن لا اكو لبن ثخين شو اسمه اللبن؟ لبن ناشف. لبن ناشف حج الشكشين. يا شباب هاي المكونات قلت لكم مثل ما قلت لكم يعني وهذا اللبن ايه هذا اللبن الناشف حجي العب يا الله هذا ذوق؟ لا هذا لا ايدك وسخه يا تاريخ انا بحياتي كليتي اقوى حذاء مشتري ب 15000 هذا الحذاء اخذته من هاي المحل شو اسمه المحل شيك ب 30000 الله لا يعطيكم